جدد مجلس الوزراء السعودي دعم, دعم المملكه العربيه السعوديه للاجراءات التي تتخذها مملكه البحرين للحفاظ على امنها واستقرارها وسلامه مواطنيها والمقيمين بها مجددا التاكيد على ان امن واستقرار مملكه البحرين جزء لا يتجزا من امن واستقرار المملكه العربيه السعوديه ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في قصر السلام بجدة